كان يتوقف عن حبك يا ماجي حتى تحترق النجوم وتفنى العوالم، حتى تتصادم الكواكب وتذبل الشموس. انا قلت ان انا محتاجه وقت افكر ومفيش اي داعي للاستعجال. طب نهدى بقى، كل حاجه تتحل بالهداوه. المكان هنا مناسب جدا اللي كنت بتدوري عليه. طب استحمي. استحمي؟ وانا اول مره استحمى. انا عايزه استحمى. صوتي صوتي كده هلمه. الموضوع مش صعب. لا صعب جدا، صعب جدا فعلا. ان انا استحمى دي حاجه سهله قوي. بس يعني دي احلى تدبيسه في الحياه، يعني هفضل لازقلك كده طول العمر. صراحة انا عايز اقول لك كلام كتير قوي، يعني الحقيقه انا مش فاكره دلوقتي، بس اكتر حاجه في دماغي عايز اقولها لك يمكن حاجه ما قلتها لكيش قبل كده خالص. انا بحبك يا بنت. الحب عمره ما كان لا بالدباديب ولا القلوب ولا البلالين ولا كل الكلام الفارغ ده. طب بالنسبه لكم، بس بالنسبة لنا كستات احنا بنبقى محتاجين الهدايا والدلع والحركات والقلوب. ما كنت قلت من بدري يا اختي. عسلة يا ناس عسلة. مين اكتر حد بتحبه؟ اهلي. لازم غصب عن امي احبك زي ما انت. انا مستني الحضن ده بقى.